التحدي الاول الاوردر في التليفون. كل متسابق هيعمل اوردر الاكل في التليفون والحكام هيحاولوا يلخبطوه، وهنقيس روقانهم في جهاز كشف روقان. انت عايز تاكل ايه؟ 6 شاورما، 1 طماطم طيب. بس 1 طحينه بس، 1 طماطم وطحينه. اتفضل حضرتك يا فندم. 1 من غير طحينه، 1 من غير طماطم وطحينه. 3 شاورما، 100 ولا طحينه؟ الغي ال6 شاورما. ينفع الكومبو ابدل 3؟ انا هاخد ايه؟ الكيرف بتاعك بينزل جامد. دي قبل في وشي. محمد علاء المتسابق رقم 2 مرشح للقب ملك الروقان. 7 اب، اوعى تتضايق وصوت للرايق.